لم يكن مستعجلا وهو يزرع أرضه في نصه ويترك للنيل شهوة السيلان بين الحقول والنصوص. في مواسم الهجرات كم كان سخيا وهو يستدعي كل الخيالات والذكريات إلى كرمكول. ولولا كرمكول ما كان الطيب ليكون صالحا في النصوص وفي الأزمنة والاتجاهات. ولولا الطيب صالح لظلت كرمكول منسية في حيائها، حيث ينحني النيل ويتجه شمالاً.